مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء الذي نسلط من خلاله الضوء على الكثير من الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية وأيضا الدينية. تابعونا في حلقة اليوم. اليوم من خلال هذه البادرة أقمنا في جمعية المحامي الكويتية معرض خاص بأبرز إنجازات الكرة الكويتية خلال الفترة الذهبية والجيل الذهبي مثل ما احنا نسميه، بداية من كأس آسيا 1980، أولمبياد موسكو، إلى كأس العالم 82، استعراض للإنجازات اللي حققتها الكرة الكويتية في ذاك الوقت بمشاركة كريمة. يعني شرفونا اليوم مجموعة كبيرة من الكباتن ولاعبين منتخب الكويت في العصر الذهبي. يعني حاولنا من خلال هذا المعرض أن نغطي جزء كبير من الذكريات اللي حققوها أو مروا فيها من خلال صور تم عرضها، من خلال ألبومات، من خلال مجلات والصحف عربية وأجنبية، أيضا حتى تذكارات اللي خاصة بالبطولة، بعض التيشيرتات اللي يعني خاصة في المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم 82. طبعا هذه البادرة أتت لأن اليوم إحنا خلال تقريبا أسبوعين عندنا إن شاء الله كأس العالم 2018، فكنا نفكر من خلال جمعية المحامي الكويتية بأن يعني نقيم فعالية مميزة، فأيضا كانت هذه البادرة أحد أهدافها بأن تكون يعني بداية أو انطلاقة، كنا أحد مؤسسات المجتمع المدني بأن نبادر لإصلاح هذا الجانب. وأيضا يعني دعينا الأخوة في اتحاد كرة القدم مهنئين لهم بانتخابهم ومهنئين ببداية صفحة جديدة نتأمل من خلالها بأن تطوى صفحة الإيقاف ونبتدي بداية جديدة بإذن الله، وتعود هذه الإنجازات، وكلنا ثقة بأن الشباب الكويتي بإذن الله قادر على أن يعيد مثل هذه الإنجازات ويرفع اسم الكويت ويعيد القمة مثل ما كان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير للإخوان في جمعية المحامين على اهتمامهم بالرياض والرياضيين
وأنا طبعا شاكرهم اليوم يجمعونا ما شاء الله. بعض الربع أنا ما شفتهم يمكن سنين وشفتهم بعد فترة طويلة، وأكرر شكر لهم أن جمعونا وقاعدين ذكرياتنا وسوالفنا اللي كنا طبعا نتداولها في ذاك الوقت ذاك الزمن الجميل. وأيضا نشكرهم على اهتمام بدورات رياضية وتشجيع الشباب والاهتمام بالشباب الرياضيين أن فعلا يقضون وقتهم في شيء يفيدهم الرياضة وممارسة كرة القدم. أكرر شكري لهم وأتمنى لهم كل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا أبارك لكم شهر رمضان الكريم ونقول لكم عساكم من عواده، وأشكر جمعية المحامين الكويتية على هذه الدعوة الكريمة، الدعوة اللي الكل محتاجها. احنا كلاعبين العصر الذهبي تواجدنا وتجمعنا شرف لنا كلنا ان نتجمع في جمعية المحامين الكويتيين، والحمد لله الحضور يعني كثيف من اللاعبين موجودين في هذه المناسبة. طبعا نتمنى ان نكون ادينا الرسالة اللي علينا. الاغلبية ما نقايل الكل ما يعرفون او ما شافوا اللاعبين العصر الذهبي، ففي هذا التجمع كلهم موجودين وان شاء الله راح تشوفونهم وتعرفونهم من هم اللاعبين العصر الذهبي او اللاعبين اللي وصلوا في كأس العالم. انتوا سويتوا يمكن شيء كبير لنا حنا. ناس ساعات تقدرنا ثلاثة أربع عبارات دورات رمضانية أو في تكريم معين، لكن هذا الجمع ما حد فكر فيه للأمانة. وهذا التكريم أعتقد ما راح ينسون اللاعبين وراح يظل في قلوبهم في عقولهم. البادرة مالتكم أعتقد كبيرة، اليوم إحنا محتفلين فيها صغيرة بيننا، لكن أعتقد الإعلام راح يوسعها وراح يبين مدى بتصوري تقدير أهل الكويت، وخاصة لما تأتي من جمعية بمكانة جمعيتكم محامين لها ثقل، لها ثقل كبير. هذيل الناس اللي دافعون عن حقوق الناس عن مطالب الناس، أنتم اليوم كأنكم قاعدين دافعون عن حقوق اللاعبين برد الجميل لهم، وهذا أعتقد حق للاعبين. واللاعبين عندهم الكثير، يمكن لو قعدون إياهم عندهم حقوق كثيرة ما حصلوا عليها. أنا قاعد أقولها على مرأة الإعلام، لكن انتوا قدمتوها وقدمتوها بشكل منظم وبشكل مرتب، وان شاء الله تلقون هذه امامكم. اللاعبين ما راح ينسونها ومشكورين على ما سويتوه، وان شاء الله نرد لكم هذا الجميل في المستقبل. الرده ان شاء الله بخدمتنا لبلدنا عن طريق الرياضه، حتى نجهز لاعبين للمستقبل يعيدون انجازات هؤلاء اللاعبين، وهذا اللي نقدر نسويه. واحنا قاعدين نقوم كل انسان في دوره رغم مشاقلنا العائليه ومشاقلنا الخاصه، لكن اعتقد ان احنا قاعدين نقدم للكويت، لان الكويت اللي هي تستاهل هي اللي باقيه. احنا كنا زائلين لكن الكويت اللي باقيه واسمها اللي باقي، وان شاء الله نفرحكم ونفرحونكم لاعبينا بالسنوات القادمه ومشكورين. هذا اللي بغيت اقوله بس. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.